أدوات جديدة ستجعل الحياة أسهل بكثير. شعلة الغاز. يتم استخدام هذه الأداة في البناء والإصلاح، ففي مواقع العمل بالقار يتطلب الأمر إلى شيء لتدفئة المواد، وهي أداة اقتصادية وغير مكلفة لأنها تستخدم الغاز الطبيعي أو البترول، ويتم استخدامها في أي غرض يتطلب درجة حرارة عالية، وتتراوح درجة الحرارة بها من 1500 إلى 2200 درجة مئوية. فيرساتيل. قامت شركة دريميل الأمريكية باختراع تلك الأداة المتعددة الاستخدامات، فهي تستخدم في العديد من المجالات. تأتي مع الأداة 6 قطع قابلة للاستبدال، ولكل قطعة منها استخدام معين، حيث تقوم الأداة بالتسخين والقطع والإزالة والتذويب والطلاء، وكل هذا من خلال التحكم في درجة الحرارة، كما أنها تتمتع بدقة عالية، لذا هي مناسبة للأشخاص الذين يهتمون بأدق التفاصيل. وكما نرى أنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن أيضاً، لذا فهي لا تتطلب جهداً لاستخدامها. DW3000 و2000. تشبه هذه الأداة مجفف الشعر الذي نستخدمه في المنزل، لكن درجة الحرارة به تكون أكثر بكثير من المجفف. يعود إنتاج هذه الأداة إلى الشركة السويدية سيفيرت. تنتج هذه الأداة أكثر من 370 لتر من الهواء الساخن في الدقيقة، ولها العديد من الاستخدامات، فمثلاً تستخدم لإزالة المطبوعات القديمة من ورق الحائط، حامل المنتجات المعدنية، كما أنها تقوم بإزالة الجليد من على السيارة وغيرها من المهام الأخرى. دريميل ألتراسو. الأشخاص المهنيين يريدون استخدام أدوات بسيطة وصغيرة للقيام بالمهام، لذا تم اختراع هذه الأداة من شركة دريميل لتنال إعجاب هؤلاء الأشخاص. تأتي معها 4 أقراص قابلة للتبديل، ولكل منها وظيفة خاصة، فمثلاً هذا المنشار يقوم بإزالة المطبات من على الأسطح ويجعلها ملساء، والثلاثة أقراص الأخرى تقوم بالقطع مع اختلاف المواد التي تقوم بقطعها، فمنها من يقطع المعدن، ومنها يستخدم لقطع السيراميك، كما أنه يمكنك إزالة السيراميك من الأرض باستخدام هذه الأداة أيضاً. LXO. تعد هذه الأداة من أصغر المعدات في العالم، فهي تقوم بفك البراغي ومزودة بمصباح صغير للإضاءة الجيدة في الأماكن التي لا تتوفر فيها إضاءة كافية، كما أنه تأتي معها قطعة تشبه المنشار تقوم بقطع الأشياء، بالإضافة إلى أنها تقوم بطحن التوابل بسرعة 215 دورة في الدقيقة. يتم شحن الأداة لمدة 3 ساعات متواصلة فقط. ماكس هيت. أعلنت شركة باتافيا الهولندية عن إنتاج أداة ماكس هيت، وهي من أفضل الأدوات التي تستخدم عالمياً في كثير من الأشياء، إذ أنه يتم استخدامها لإزالة الأعشاب الضارة بين النباتات، كما أنها أداة لإخراج الهواء الساخن، وهذا الأمر له العديد من الاستخدامات. تتميز بسعة تدفق تصل إلى 500 لتر في الدقيقة، كما أنها مفيدة في الشواء، فهي تقوم بتسخين الفحم بشكل سريع، ويساعد في هذا الأمر درجة الحرارة التي تصل إلى 600 درجة مئوية. كاربايد بليدز. تحتوي هذه الأداة على مجموعة من الشفرات التي تختلف في الطول والحجم، تتراوح الشفرات بين 10 و 30 سنتيمتر في الطول، وجميع الشفرات مصممة للتعامل مع المعادن السميكة وقطعها في ثوان قليلة، كما أنها تقوم بقطع الأنابيب المصنوعة من حديد الزهر والفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ سمك هذه المعادن من 5 إلى 14 مليمتر. ستار ماكس. آخر أداة لدينا اليوم تأتينا من شركة روبي، وهي أداة يدوية بسيطة تقوم بقطع البلاط بدقة عالية، وتتميز هذه الأداة بطلاء مضاد للتآكل، وهذا يزيد من عمر المنتج بشكل كبير. يتميز ستار ماكس بالسلاسة في العمل،
كما أنه مزود بقاعدة تمتص الصدمات، وهذا يزيد من ثبات الأداة، كما تحتوي الأداة على قواطع مختلفة في الحجم. سماكة البلاط التي تتعامل معه هذه الأداة لا تتجاوز 12 مليمترات.